صباح الخير. صباح النور. خير يا دبي موجود؟ افندم؟ سوري، خيرت دبي موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت is not available now. You can come again. Okay, thank you. Thank you. كاسكو ليا صباع على ميزون. صباح الخير. أهلا يا زكي. تفضل تعالى اقعد وما فهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع اسكتك بالظبط كده. بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني قول على المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات. العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلو هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط. بعد اذنك. استنى عندك انت. ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول؟ دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ أساساً مش بعرف أربط رباط الجزمة. أساساً. طيب مش كنت تقول كده؟ أنا رايحة النادي. يلا يا عمر الحق معهم يا زكي. معاهم طبعا. اسمع شيرين، شيرين تبقى معاها لحظة بلحظة، أنت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طبعا. طيب بالنسبة لعمر أسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. طيب اطمن حضرتك، انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم. بقى يا اخي يلا يلا الحق الواد. طمن. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده، عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش، بس اجراءات امنيه كده. كوتش ده عايز يتزود. حسب. ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني. انت هبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانية واحدة، ثانية واحدة. بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ هسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه. والله؟ طب اركب ورا. يلا اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي؟ زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي. ربنا يستر. اخصمك. ايه اللي تزوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص، وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك، ما تدش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك، بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس. الفتيس؟ افضل اوتوماتيك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر الموبايل. ثانية واحدة. ايه ده؟ ايه ده؟ ركزي ركزي ركزي. ثانية واحدة. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو؟ رد رد يا حيوان. ايه اللي رد يا حيوان يا ابن الحيوان. عاجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
انزل. انزل لي هنا. انزل لي. ايه انزل ايه في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ايه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه، ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين اول مره ركبت كوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما هي اول مره تركب تكوسه ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع، ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي اش في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا، سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا سينا. المره بقى راكب زمان بتعرف تسوق، ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا، اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. يا سيد، مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش خش شويه يا زكي اقعد، معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبات معانا النهارده. بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. ف يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟ الله، وبعدين انا برضو ما رضيتش اتكب كده من اولها زجردة. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده. انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايه الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص هي زي القبر. لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافني. تخيل حجمه واحضانه وبوسه، بهدلني الواد الصغير. طب زكي، انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي، انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. زي كده، انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم تبقى فيه ستر. انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده. انت على طول كده زكي مهبطني. يعني اخدعك يا سيد. وبعدين انت قوي الشتيمه. لا في دي عندك حق. لا طب شفت بص يا هقول لك انا حاجه يا سيد. بص ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب، انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي. يعني اطمن يا زكي. يلا يا سيد. اهلا. قطع مسا على الكباتين. بسم النبي حرسك وسينك وضمنك يا تعم يا نايتي. بس باش كان فاضي، ده كان زمان. يا فضحتي خبط يا بابا قبل ما تدخل. خضيت يا اخويا، في ايه؟ انت فاهم يا ابني اللي عملته ده بتروي دراعي ليه يا بابا؟ هي كلمه، يا تسيب الوظيفه دي وتمشي يا مش انا. طب ما تمشي انت يا بابا. لا ده انت قليل ادب. تعالى عشان يا بابا هموت. مش بدل ما اموت انا. انت لسه شفت حاجه؟ انا هوريك. انت لسه شفت حاجه؟ اوعى ساعدني. ساعدني بس يا بابا، ساعدني. انت محسسني ان انت مش ابنك على فكره. قلت ايه؟ يالا محسسني ان انت مش ابنك، انك ان انت مش ضنايا. انا مش يعني مين ابن مين؟ انت ترضى باباك يعمل فيك كده؟ والله لو بعمل اللي انت بتعمله يعمل يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني بحبك على فكره، بحبك. ليه؟ حبني. بص بحبك ازاي؟ شوف دي سايبه ازاي. ده انت كده ناوي تشيلني. وريني. انا غلطان. ايوه انت بتعمل بلوفر. ايوه بعمل بلوفر. انا رايح تعمل لي تحميه. بص انا ماشي وخليك زي ما انت كده. امال ايه يا ابو زيك؟ يبقى وريني عن اذنك. ايه ده؟ ده ارتيس؟ Thank you.
عملت ايه؟ انت بوظت الباب. هو انا المفروض انشن على البتاع المدوره دي؟ طبعا. طب ما تزعقش كده. ايه السيف ده يعني؟ خلاص خلصوا خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه هتعملي لي فيها زينة؟ انا هيركليز. ها ها. ايه رأيك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟ من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟ لا بالبوز. بص انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا. ما انا بحب الغوامق ما عنديش مشكله. وصحيك بقى على كوابيس بالليل. ما انا برضو ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر والله. ايه اللي بتعمل ايه ده؟ هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي. حاضر. وتمشي بمزاجي. حاضر. انت مجنون. بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع. هتسمع كلامي ولا لا؟ حاضر حاضر.